صراحه موضوعنا يعني اي والله رجعنا لكم من جديد اي والله الموضوع يعني فيها حصه علوم فيها حصه صح من الصبح وانا وياك ناطرين نقول شنو هالموضوع اي النانا تدري شنو النانا لا والله ما ادري زين النانا باختصار نختصرها بس بهالمقدمه واكيد ضيوفنا راح يشرحون لنا اكثر عنها اي النانو هي وحده قياس صغيره جدا تساوي 1 من مليون من المليمتر يعني حتى العين ما تقدر تشوفها اصلا أيه ويمكن بعض المكبرات البسيطه هم ما راح تقدر تطلع النانو يستخدم النانو في قياسات كثيره ويمكن لو نقول انه لقياسات الذره وتحديد اكثر احجام الجزيئات الماده الله 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 كل هذا كل هذا اللي لو مو الاعداد ما عرفنا نقولها ولا التعرف على النانو تكنولوجي نرحب بكل من المهندس عبد الله المهوس والمهندس محمد حوتري صبحكم الله بالخير صباحكم النور حياكم الله الله يحييك نبي اول شيء قبل خلينا نقول لهم من الحين طولون بالهم علينا شوي حتى احنا نبي نعرف شنو النانو لا باذن الله بنشرحها بطريقه سهله ولان مثل ما قلتي ان شيء جسم حيل صغير فالمخ عاده او عقل الانسان صعب يحاول يتصور هالشيء ما يخالف احنا نعرف المجهر هو اهم بعد صحيح يصور الشغلات الصغيره هذه النانو او النانو تكنولوجيا او الجسيمات هذه صعب تشوفها حتى بالمجهر فاساسا هو متى طلعت كلمه نانو تكنولوجي طلعت بال81 بعد ما اكتشفوا مايكروسكوب يشوف الذرات فشيء يعني حديث وما نقول انه من مئات السنين اكتشفوها وهالشغل هي فعليا كانوا يستعملونها بالحضارات القديمه وهم ما يدرون يعني اللي نشوف الكنائس والمباني القديمه ممكن نشوف زجاج قوي للحين ما تكسر من هذاك من هذيك الايام والوانها وزخارفها هذه كانوا هم مستخدمين تقنيات نانو تكنولوجي وهم مو مسمينها نانو تكنولوجي ويعني عرفوا ويتلاعبون بالذرات بدون ما هم يعرفون فاحنا اذا نبي نعرف النانو تكنولوجي نفس ما قلتي هي كلمتين نانو هي وحدة قياس 1 من مليون من المليمتر فجدا صغيرة تكنولوجي نقدر احنا نقسمها الى ريسيرش او التلاعب او التحكم التحكم شنو بالذرات فشلون نقدر احنا نتحكم بالذرة تسوي شغلات احنا نقول لها اياها تسويها فهذا مثل ما انتم متصورين شيء جدا جبار وجدا صعب فهذا يعني تعريف النانو بشكل صح. بسيط زين حلو والاكتشاف وين اكتشفوا النانو هو شيء موجود يعني هو قال قديم اي هو مثل ما اقول على قولت نظام قياس أيه. يعني لو ناخذ هذه الطاوله نسقرها خلينا نقول 1000 مليون مره ما راح نشوفها فهذا الشيء موجود حوالينا في مواد اصلا نانو احنا ما قاعد نشوفها لكن شلون احنا عرفنا هالشغله هذه هذه عرفوها مثل ما قال سنه 81 لما اكتشفوا في مايكروسكوب معين قاعد يشوفون لا ان في اشياء تحت قاعد تصير اشياء صغيره احنا مو قاعدين نشوفها فهني بدأوا عرفوا ان صدق ان في نانو قاعدين نشتغل عليها هالاشياء هذه لو خلطنا هني مع هني وغيرنا بالذرات شو ممكن يصير تطلع عندنا شغلات ثانيه مثل الزجاج مثل ما قال وين نقدر نستخدمه يلا استخدامات في كل مكان كل مكان كل مكان خلنا نعطيكم استخدام ممكن معهد الابحاث الكويتي يعني حديثا طلع بحث عنه مثال تنقيه الماء في مشكله تنقيه الماء انه هو اساسا اذا بنجيب ماء بحر مشكلة إن شلون نستخلص الملح منه لازم حرارة والتكثيف والأمور ويحتاج طاقة جدا كبيرة بس باستخدام تقنية النانو يقدر الواحد يسوي شريحة نانوية جدا صغيرة بحيث إنه يسوي فلتر للملح أساسا الملح ما يعبر منه مو بس الملح يعني قياس النانو نقدر يسوي فلتر للدي إن إيه أساسا يعني هم يسوون حاليا سيكونسينج للدي إن إيه وهالأمور بالتقنيات النانو حلو إنزين ما أدري يبين أنت شيء فما أدري هو النانو هذا ولا هذه أعرف النوع هذه طبعا سولار سيل خلايا شمسية أي هذه طبعا مصنوعة من الأورجانيك إلكترونيكس اللي هي خلينا نقول الإلكترونيات العضوية نمشي مع الترند الأورجانيك هي ليش مصنوعة من أورجانيك أو قبل أن نتكلم عنها في مشكلة عندنا اللي هو السيليكون السيليكون إحنا من وين نطلعه ومن وين صنعه نأخذ من نوع من أنواع التراب اللي يسمونه أو الرمل اللي اسمه السيليكا هذه نأخذها من صوب البحر أو السواحل فإحنا نأخذها إيش قاعد يصير بالساحل إيش قاعد يصير بالبيئة قاعد تدمر فالمايك الماله قاعد يروح تصير مشاكل صح فاكتشفوا انه من الجرافايت شوفوا اغلام الرصاص اللي فوق الاسود هذا اي اكتشفوا بالصدفه الماده هذه حط عالمين اثنين سنه 2004 حاطين تيب عليها شالوا التيب اكتشفوا في ماده اسمها جرافين سموها جرافين الماده هذه حيل ضعيفه حيل قويه وتوصل كهرباء شيء يخرع وتتحمل حراره فنفس هم سووا منها الفلتر واحنا سوينا منها
خلايا شمسية هذه. هذه هي الخلايا. هذه الأورجانيك. إيه طبعًا هذه فيها أربعة طبعًا. أشوف أربع نقاط فكل واحدة فيها أربعة وكل واحدة يعني تركيزات معينة. فهذه واحدة من الأشياء الحمد لله قدرنا نشتغل فيها وخذين عليها كأفضل مشروع. وانتم يمكن سمعتوا بمشروع الشقاية عندنا بالكويت وقام يركبون ألواح شمسية وهالأمور هذه كلها فيها تقنية النانو. يعني عبد الله يوم راكب يعني هذه الطاقه الشمسيه قصدك اي هذا شيء حق الكاميرا يعني هذه الالواح اللي تشوفها الصغيره لو توصل فيها وايرين وتوجه عليها ليت الشمس ممكن تطلع لك طاقه فاحنا هني بجامعه في بريطانيا الحمد لله سمحوا لنا نستخدم لاباتهم واللابات هذه فيها معدات جدا يعني تقنيه عاليه وحساسه جدا 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 ففيها نقدر مثال نقيس ونتحكم في سمك الطبقات اللي احنا كنا قام نستخدم فيها الاورجانيك ماتيريال مثل ما قال عبد الله وكان سمكهم يتراوح من 10 الى 50 نانو مثل ما قلنا لكم مجهر اصغر من الاشاره يعني اصغر منها أصغر بالنسبه لها برج خليفه احنا اذا بنعطي مثال ثاني اذا نبي نقارن مثلا الاتوم او الذره في برتقاله كان احنا قام نقارن البرتقاله الى الكره الارضيه هذه حجم الذره بالنسبه للبرتقال شيء جدا صغير انزين خلينا نتكلم عن الصعوبات اللي تواجه تقنيه النانو شنو الصعوبات اللي قاعده تواجه هي ما نقول تقنيه حديثه هي حديثه ومو حديثه يعني مثل ما قال من سنه 81 لكن المشكله اللي تواجهها ان احنا قاعد نتعامل مع اشياء احنا صعب ان احنا نشوفها فاساس كذي في اجهزه مثل اي اف ام وغيره نستخدم هالأجهزة هذه بس الأجهزة هذه صعب إن نسوي لها مينتنس أو صعب إن حتى يعني تكلفتها عالية مو متوفرة بكل مكان بس الميزة الحلوة إن إحنا بالكويت عندنا هالأجهزة هذه كلها بس هل في ناس يستخدمونها فهذا السؤال إيه لأن إحنا الحمد لله فتحوا الجامعة فتحوا لنا البيبان روحوا استعملوا سووا اللي تبونه فكانت واحدة من المشاكل إن ما كانت موجودة المواد فالمواد صعبة تصنيعها مثل مادة الجرافين هي 2004 اكتشفوها لكن مو قادرين يسوون ماس برودكشن مو عارفين يسوون كمية يصنعون كميات كبيرة فهذه واحدة من المشاكل المشاكل الثانية خلينا نقول هو هم فيها يعني بما أنها صغيرة المشاكل الصحية اللي ممكن تصيرها لأنها ممكن تجري تدخل بمجرى الهواء ممكن تدخل بالدم فهم إلى الآن مو عارفين هل لها تأثير سلبي ولا لا فهذه المشاكل الصحية واحدة منهم يعني أنا هذا كان راح يكون سؤال يعني هل هي ممكن تشكل خطر على الصحة؟ إلى الآن يقول لك ممكن كلمة ممكن إلى الآن موجودة بس مو متأكدين 100% إذن وأنتم اللي تشتغلون في هذا المجال يعني هل لازم تكون حريصين مثلاً بلبس معين جلوفز شو الطريقة؟ حلو هو قبل كل شيء إحنا ندش بمكان معين سمونا كلين روم فالكلين روم هذه إن تكون نسبة معينة من خلينا نقول الغبار أو خلينا نقول الهواء انه يكون معقم بطريقه معينه وبنفس الوقت احنا نلبس لبس معين اوكي علشان ما نوسخ سامبلز او ما نوسخ شغلنا لان هم قاعد نتكلم عن النانو فذره غبار بالنسبه لهم مثل ما قال يمكن تكون جبل تخرب الشغل فلازم نكون حريصين ان كل المكان يكون نظيف 100% 100% ما تكون فيها اي وسخ او ذره هذا نفس اللي تدش انت مكان مختبر وهذا فيه هواء ايوه مع هذا هناك يعني لمده شهر تقريبا شهر بس انه شلون ندش شلون انت تتعامل مع الاجهزه هو للامانه احنا استعجلناهم لان يلا نشتغل بمشاريعنا وهالامور والحمد لله يعني الحمد لله زين نبي الفوائد ما دام الحين قلنا الصعوبات نبي فوائد الفوائد اتوقع المشاهدين قاعد يشوفونها قدامكم الحين اللي قاعد يشوف يستخدمون بالتلفزيون او حتى التليفونات في شيء اسمه الاولد يقول لك انا تليفوني شاشته اولد او تلفزيوني اولد اولد هي اورجانيك ال اي دي اورجانيك لايت ايميتنج دايودز فهذا من الهم من النانو يعني حتى التلفزيون صار اورجانيك بعد حتى التلفزيون حتى التليفون يعني انت ممكن تشوف التليفون اللي تمسكه بايدك في اجهزه الكترونيه يعني الى اقول لك الرقم راح تنصدم يعني في يمكن فيها 10 ملايين قطعة إلكترونية داخلها. القطع الصغيرة هذه. بحجم داخلها ملايين. يعني فيها ملايين ملايين الترانزسترات والأمور والكباسترات اللي داخل اللي إحنا مستحيل يعني نقدر نتصورها داخل. فتخيل إن في مدن داخل هالتليفون كلها تشتغل مع بعض عن طريق إن النانو تكنولوجي وشلون خلوها يعني تشتغل مع بعض. ومثل ما قلت لكم تصفية الماي شغالين عليها هذه يعني راح تحل مشكلة كبيرة بالعالم تصفية الماي. صح. ومثل ما قال عبد الله الألواح الضوئية. هذه إذا قدرنا نحسنها ونسوي نستخدم فيها الأورجانيك راح يعني نوفر فلوس طبعاً
مثل ما انت سؤالك اعيد مره ثانيه اقول ان نقدر نحسن كل شيء احنا قديم كنا نستخدمه نخليه ارخص وامن للبيئه باستخدام يعني النانو تكنولوجي. انزين الحين على كل الفوائد اللي الحين في النانو تكنولوجي وقاعد تقولون بتوفرون جهد وتوفرون مال وهم طاقه بنفس الوقت، بالنسبه حق النانو نفسها كتكنولوجيا ممكن ان هي بالنسبه لكم تكون صعبه تطبيقها؟ هي ما في شيء، هي سهله، هي بتوفر وايد اشياء بس حلو. يمكن بس عشان انتم تطبقون ايه تكون احس ان هذا النانو الحين على الكويت خلينا نقول مثلا احس انه شيء جديد. تذكرون كان في بخاخ اللي تكرمون نحط على الجوتي عشان الوسخ او ايه غيره ايه هذا نانو ترى هو كان يدش بين احنا نعرف نانو زمان اي من زمان هو هي نانو ترى قديم نانو مجال كبير هو لكن احنا شوي رحنا صوب الكترونكس وغيره لان هذا تخصصنا بحكم تخصصنا لكن هو استعمالاته بكل مكان الاستيكرات على السياره نانو سيراميك يقول فكل هذه موجوده واحنا ما ندري اي بس كل واحد يشتغل بمجاله فاحنا شوي رحنا صوب الالكترونكس وعجبتهم هذا يمكن احسن شيء كان حلو هذا اللي يعني صار استخدام الحين بالمكان الصح يعني مثل قبل شوي ذكرت يمكن محمد عن مشروع الشقايه واوريدي قاعد تستخدمون نانو تكنولوجي فيها صراحه لا الالواح اللي هم يستعملونها يعني احنا ممكن نشوفها كبيره على الكاميرات او على هذا الشيء بس التقنيه اللي داخلها والمواد الموجوده داخلها هي من يعني استخدموا نانو تكنولوجي عشان يصنعونها ويخلونها جدا دقيقه وافيشنت على قولتهم يعني زين نبي اضرار النانو ما له اضرار ما ادري يعني. هو مثل ما قال انها يعني اشياء حيل صغيره فعادي تدش مثل ما قال تدش تروح في الجلد تروح مجرى الدم ممكن تنفسها وانت ما تدري عنها فهذه واحده من الاضرار اساسا الى الان مو متاكدين من هالشيء مو متاكدين بس انه ما في العلم الكافي بالنانو تكنولوجي وليش اقول لك علم كافي يعني احنا المواد احنا نشوفها اي شيء بالحياه في ذرات فيه صح. فاحنا لما نتعامل مع الماده بشكل كبير هي نعرف نتعامل معها بس لما ننزل للحجم الذري فيها قوانين الفيزياء كلها تختلف فالى الان قاموا يسوون دراسات على هالمواد شلون ممكن نتعامل معاهم هل في خطر وفي خطر ثاني هو سوء الاستعمال طبعا اي شيء واحد ممكن تكنولوجيا مفيده ممكن يستخدمها بطريقه سيئه يعني. قبل لا نختم معاكم اللقاء وين تطمحون ان يتم استخدام النانو تكنولوجي فيه يعني انتم الحين مجال خبرتكم ودراستكم فاكيد واضح عندكم الصوره ان احنا لو نطبق هذه التكنولوجيا او هذه التقنيه هني خلاص احنا صرنا بالمكان الصح احنا قاعد نشغل هالشيء مثل ما هو المفروض انه يشتغل انا اقترح صراحه مو ان اقول اماكن معينه اقول ان كل واحد المجال يشتغل لان هي مجالاتها كبيره وكل واحد يقدر يبدا فيها لكن اللي انا اشوفه انه خلنا نمسكهم من ايدهم ونقول لهم روحوا اشتغلوا في لابات بالكويت موجوده باكثر من جهه المشكله يمكن ان عندنا ناس يشتغلون طلبه خريجين فريش عندنا لابات جاهزه بس الطلبه ما يدرون اللابات او مضيعين المفتاح خلينا نقول يبون واحد يمسكهم تعالوا هذا اللاب دشوا هذا الريسورسز سووا اللي تبونه بالعكس احنا بالكويت عندنا ضعف بالريسيرش او خلينا نقول ما في ناس قاعد يطلعون لان هذا كثر ما نطلع ريسيرش فيه كثر ما هذا احنا قاعدين نحط خلينا نقول الطابوق الاولى الثانية ثانيه ثالثه رابعه بعدين يطلع عندنا برودكت خالص نهائي فهذا اللي انا قاعد اشوفه انه خلينا نشجع الناس ما في مجال معين كل المجالات حتى الطبيه قاعد يستخدمونه حتى في بروجكت نعرض على محمد حتى بالبي اتش تي انه يشتغلون على الكانسر جامعتي يعني كان في دكتور ايطالي عنده بروجكت انه شلون النانو تكنولوجي نقدر تهاجم الخلايا السرطانيه وشلون نقدر يعني نعالجها بطريقه سليمه لان الحين الكيماوي والامور هذه تاثر على كل الخلايا اللي حوالين المكان اللي هو فيه الورم فاحنا حتى يوم دراستنا ورونا فيديوهات انه بالطب شلون يستعملونها انه في تشبات صغيره يعني تنحط بالمايكروسكوب تحط بجسمك هذا المايكروسكوب الجهاز مو شيء صغير هذا لاب كامل متكامل يعني يسوي لك فحوصاتك من السكر الضغط الامور هذه كلها بنقطه صغيره انت ما تشوفها بعينك اساسا يسمونه لاب اون تشيب فهذا اوريدي مطبق برا وقام يسوون يعني النانو حتى قاعد يدش في الطب وقاعد يدش في العلاجات صح ولا لا؟ في المجالات اي فمجالاته مفتوحه لكن
تطبيق بس محتاج تطبيق وبحث زيادة بوجودكم أنتوا أكيد أنا متأكدة أن فيكم خير والبركة. اليوم عرفتونا شلون حصلت العلوم. لا 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 زينة والله استفدنا من نانو طلع أن نانو موجود في كل مكان في حياتنا وفي كل مكان نانو. شكرا لكم يعطيكم العافية على هذه المعلومات وقواكم الله. الله يشكرك. نأخذ فاصل صغير نرجع لكم.